مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مباراة نهضة بركان والمغرب التطواني، المباراة التي أجريت على الملعب البلدي هنا في مدينة بركان. الدقيقة 87، نهضة بركان انتظر كثيرا ولم يقدم أداء المطلوب في هذه المباراة. صراحة المغرب التطواني كان في المستوى في هذه المباراة. الدقيقة 87، نهضة بركان يتمكن من تسجيل الهدف الأول عن طريق القائد محمد عزيز بعد تسديدة من ركنية من زميل البارودي. هنا الإعادة والهدف الأول لفريق البرتغالي في هذه المباراة عن طريق القائد البديل الذي دخل في مكان اللاعب بعدي، تمكن من افتتاح تسجيل لفريق النظرية البركانية في هذه المباراة. الفريق البركاني هنا الإعادة لمحمد عزيز، هنا يوضح لك بأن الفريق البركاني كان محتاج لهذا الهدف، كان محتاج لثلاث نقاط في هذه المباراة من أجل تخفيف الضغط الكبير الذي يتعرض له الفريق من طرف الجماهير البركانية. هناك صراحة ضغط قوي من طرف أوتراس، من طرف الجماهير البركان، من أجل تحقيق نتائج إيجابية والرجوع إلى السكة الصحيحة. لكن المباراة لم تنتهي بهذا الشكل، ففي دقيقة الأخيرة من المباراة من وقت بدر الضائع تمكن المغرب التطواني من تسجيل هدف التعادل من نفس الطريقة التي سجل بها فريق النظرية البركانية من ركنية. كما تشاهدون هنا الإعادة، تمكن نصير الميموني من افتتاح التسجيل مرة أخرى للمغرب التطواني، وهدف التعادل هنا جاء على رد الرسالة لمحمد عزيز. محمد عزيز سجل بهذه الطريقة، المغرب التطواني يعود الطريق عن طريق اللاعب نصير الميموني ويسجل بهذا الشكل. إذن هدفين في المباراة، هدف المغرب التطواني ضد بركان، جل الهدفين جاءوا من ركلة الركنية. ليتقاسم الفريقين نقاط المباراة مشاهدينا الكرام. إذن نهضة بركان كان يمني النفس بتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة من أجل سعادة الأنصار، لكن كل شيء حسن في هذه المباراة. تمكن المغرب التطواني من تحقيق هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من وقت بدر الضائع. إذا نهضة بركان ينتظر مباراة قادمة أمام نهضة الزمامرة من أجل تحقيق المسار الصحيح هذا الموسم في البطولة الاحترافية. سيلعب المباراة القادمة على الملعب البلدي هنا بمدينة بركان. كل التوفيق لفريقين معا، وإلى اللقاء.